السلام عليكم بنات الخير، كي دايرين بخير؟ اليوم جيتكم لهاد البلاصه هذه غزاله. هذا مشروع الصفاء، داروا واحد طونش جوج، الشطر الثاني ان شاء الله شي حاجه اللي غزاله زويونه، وغادي تبدا من هنايا عام ونص غيكون التسليم ديالها. الناس اللي خداو في الطونش الاول مبروك عليكم، والله يكمل بالخير يا ربي. غادي تسلم في المواءه كيف ما قالوا لكم. هتشوفوا معايا انتم، راه ما بقى لهم والو، انا غنوريكم كل شيء بحال اللي جيتوا لهنايا برجيلاتكم، غنوريكم كل شيء عليهم، غنوريكم الشطر الاول ولا درتو لا ديفيرونس بين لا فيديو اللي كنت حطيتها عليهم قبل. تلاحظوا بانه كان ديك الساعه لي طرافو كان هذه، راه دابا كمل، بقات ليهم غير شي حاجه في لا فينيسيو قليله. الله يسخر يا ربي، هادو هما الناس اللي بغينا يكونوا ثقه ويكونوا قد الكلمه، والله يسخر لكم يا رب العالمين. الناس اللي بحالي انا من خديت في الدويره ديالي كانوا عطاونا ديك عامين هكذاك عاد سلمونا، قالوا لينا عام ونص عامين عاد نسلموكم بما نبنيو. كان هذيك لا بيريود كانت زوينه ليا. علاش؟ لانني جمعت فيها فلوس النوطير، قديت فيها، سويت فيها اموري باش يبدا ان شاء الله ديك الساعه نكون مقاده اموري كاملين. الناس اللي بحالي راه هما الشطر الثاني غيبدا من هنا عام ونص، عندكم واحد الوقت كافي انكم تقدوا اموركم وتصيبوهم. تبارك الله البني هنايا ما نشكروش لكم، عاد تشوفوه بعينكم لا فينيسيون جوده اللي تبارك الله مزيانه من داك الشيء رفيع. انا عيطوا عليا هما، عيطات عليا السيده جيهان، هاد السيده هذه متتبعه معنا، هي اللي مسؤوله على المبيع هنايا. قالت لي عافاك منى، الشطر الاول لاحظنا فيه ان كاينين تعليقات بزاف ديال المتتبعات، عجبهم الحال وعجبهم المشروع وجاو عندها وفرحانين، وتبارك الله عليها تنشكرها لانها تلقائيه، انسانه زويونه تتوريكم. راه كاين بزاف ديال الفصالات، كاين فصاله ديال هاد الدار هذه اللي غادي نوريكم دابا، ديال هاد لابارتومو هذه اللي تبارك الله عليهم هما فرشوها وعوطوها باش يبينوا لكم، وكاين الفصاله الثانيه الثالثه الرابعه، زعما كاين فصالات بزاف. اجيو خذوا وقتكم وسولوا على راسكم، ناس معقولين تبارك الله بني من داك الشيء رفيع، الله يسخر يا ربي. عيطات لي جيت بكل فرح باش نفيدكم للافاده، بنات الخير. حنايا تنفتقدوا هاد الشيء في السكن الاقتصادي، راه كيف ما شفتوا 43 متر الدار ديالي، الدار ديال جارتي 52 متر ب 25 مليون، البيبان بداو يتقشروا لينا وكلشي شي شويه، لا فينيسيون كانت ماشي هي هذيك، الماء وكلشي. هنايا ان شاء الله يا ربي ما تلقاوش هاد الاشكاليه، وهانتوما تشوفوها معايا بعينيكم، لان غير من البيبان باين، غير من الفصاله باينه. هاد الشيء ماشي كلام، هاد الشيء غادي تلاحظوه ان شاء الله وغادي تشوفوه. واجيو وسولوا على راسكم، مرحبا بكم. وشوفوا معايا هانتوما اليوم غادي نهبطوا دابا ان شاء الله عند جهاد، تورينا زعما لافونس اللي كاينه، التسبيق امتى، التسليم الشطر الاول امتى غادي يتسلم ان شاء الله. جميع الاسئله ديالكم نجاوبوا عليها، غير كتبوا لينا اي سؤال بغيتوا. الحمد لله كان التعاليق في المستوى، تنحييكم وتنحفظوا، والله يحفظكم، الله يحفظكم ليا. وريوني انا معكم تنتعلم، وريونا الحاجه اللي زوينه نعاودوا نوريوها ونعاودوا نشوفوها فين واصله ونعاودوا نوقفوا على هذا الشيء. الحاجه اللي ما مزويناش راه ما باقيش نمشيو ليها. المهم احنايا معكم تنتعلموا، والله يحفظكم لينا. احنا نشوفوا دابا لادمينستراسيون ونطلع نوريكم هاد الشقه اللي ما شاء الله غزاله رائعه. ما شفتوا معايا هانتوما، ها هما، ها هي تبارك الله، راه اغ بليس 3. هادو راه ماشي زعما ديك العماره اللي فيها اكتضاد ولا شي حاجه اللي كثيره، ها هي سكن اقتصادي ديال 25 مليون تبارك الله عليهم، ثلاثه الغرف وصالون، شي حاجه اللي زويونه بزاف. شوفوا معايا احنا يعني نسولوا جميع الاسئله لهاد السيده هذه اللي مكلفه اللي كاينه هنايا في لادمينستراسيون. ها هو مشروع الصفاء، ها هي جيهان. لا جيهان السلام عليكم. هاد الغزاله هذه هي اللي متتبعه معنا، خدامه هنايا تبارك الله عليها، متبعه القناه ديالي، اتصلت بينا وقالت لنا ضروري منى ضروري تجي تصوري، انا اختي جيت مرحبا. الله يعطيك الخير، بسم الله الله يعطيك صحيحتك لالا يخطيك. الحمد لله كانوا التعاليق زويونين في هذاك لا فيديو، كانت نسبه الاقبال مزيانه. هاكا اختي جيهان انت اللي معطينا اونيدي للناس كلهم زعما يعرفوا هذا الشطر الثاني الميزه ديالو شنو فيه. بالنسبه للشطر الثاني ان شاء الله غادي نبداو فيه البيع 15 في هذا الشهر ان شاء الله، يعني السيمانه الماجيه يجيو الناس مرحبا بهم. الله يعطيك صحتك. الطونش الثانيه بالنسبه لهاد الطونش ان شاء الله راها جات كلها اغ بليس 3، يعني لافونتاج انه حتى السكان قلال ما كاينش اكتضاض. الله ديال السكان عندنا يعني. التسبيق بالنسبه للناس اللي كيسولوا على التسبيق، التسبيق راه هو نفسه اللي كان الطرونش الاولى، يعني في جوج البيوت وصالون ابتداء من 5 المليون، وثلاثه البيوت وصالون ابتداء من 8 المليون.
غتبقى حاجه ديال لافينيسيون هي اللي كيسولك عليها الناس بزاف وشفنا عندك في التعاليق. أيه. بالنسبه لافينيسيون ولا لمونه هي نفسها اللي كاين يعني داكشي اللي شفتو في السوق النموذجيه بالنسبه للاصلاح هو اللي كاين عندنا في البروجي كامل كافينيسيون هو اللي كادي نعطيه. تبارك الله عليكم. الحاجه اللي كنت بغيت نقولها لك كنت شفت الناس كيسولك بزاف على لي بلون. أيه. تبارك الله عندنا ديسپونبل بزاف ديال لي بلون يعني ماشي بالضروره هذاك لي بلون اللي شافوه هما في الفيديو هو اللي غادي ياخذوه راه حنا كنوريو لهم لي بلون اللي عندنا كاملين ديسپونبل تبارك الله عندنا بصح شي 6 الفصالات وكثر. اه تبارك الله. تبارك الله كاين الناس فين يختاروا عندهم لي شوا عندهم فين يختاروا راه كنوريو لهم لي بلون اللي عندنا ديسپونبل كاملين وكيعزلو منهم هما شنو. الله يجازيك بخير. وامتى الافتتاح ديال هذا الشطر ان شاء الله؟ كيف ما قلت لك نهار الاربعاء ان شاء الله السيمانه الماجيه 15 في الشهر يجيو مرحبا بهم. الله يسخر لي زابارتمون ان شاء الله. ان شاء الله والله يدير فيها يا ربي امين. المساله ديال التسليم ان شاء الله من دابا عام ونص غادي تكون هاد الدوزيام طونش واجده ان شاء الله يا ربي. البنات بالنسبه للشطر الثاني الخلاصه اللي قالت لكم الاخت جيهان انه غادي يكون لو 15 نهار الاربعاء الماجي ان شاء الله الافتتاح ديال هذا الشطر هذا. شي حاجه اللي غزاله بالنسبه لافونس ديالو راه بحال الشطر الاول ياك الاخت. 5 مليون جوج بيوت وصالون و 8 مليون ابتداء من 8 مليون بالنسبه ثلاثه البيوت وصالون لا فينيسيون والطريقه ديال تبارك الله ديال البيبان وديال الحيوطه وديال الصباغه وكل شيء وتبارك الله زعما الكوزينه راه بيان ايكيبي وكل شيء راه نفس اللي شفتو في الشقه النموذجيه اللي وريناكم حيت هذيك ماشي شقه نموذجيه هذيك شقه اختاريناها عشوائيه في واحد في ابارتومون من العمارات اللي كاينين زعما كيف داكشي اللي شفتو كيف ما هو اللي كاين اليوم راه فرشوا لينا واحد الشقه نموذجيه تبارك الله غزاله وداروا لي فيها الصفر شوفوا لي تبارك الله الفراشات اييه وشوفوا لي داكشي غزال تبارك الله. وها نتوما هاد الناس هادو اللي غنقول لكم عليهم انهم عندهم لا فينيسيون عندهم الجوده عندهم الجوده اللي تنفتقدوها في السكن الاقتصادي. الله يسخر الله يسخر لكل واحد باغي يدير دويرته والله يسخر لكم ابنات الخير. بالنسبه لهاد الشطر الثاني من هنا عام ونص عاد يتسلم فرصه فين نجمعوا فيها راسنا فين نجمعوا فيها واحد شويه ديال ان شاء الله النوطير واحد شويه ديال الفراش المهم نضبطوا فيها امورنا الماديه. الله يسخر لكل واحد. انا تنهضر مع الفئه ديال ولاد الشعب اللي باغيين سكن اقتصادي باغي يلموا عائلتهم في شي دويره اللي زويونه وتستحق. الله يسخر لكم. شكرا اختي جيهان وورينا ان شاء الله دابا الشقه النموذجيه الله يجازيك بخير. وقبل نشوفوا حتى هاد الشطر الثاني فين غادي يكون ان شاء الله. مرحبا بكم هاد الناس تبارك الله عليهم. علاش جيت وعاود جيت على وديتكم حيت في التعاليق ديالكم اكتشفنا انهم ناس ثقه اكتشفنا ان الناس اللي دفعوا ليهم فرحانين بهاد الدويرات فرحانين بهاد لافينيسون فرحانين بهاد الجوده. داكشي علاش من اتصلت بيا الاخت جيت نيشا لهنايا لان لاحظت بانكم تتحفزوني على هاد مشروع الصفا. داكشي علاش انا معاهم واي حاجه داروا اي شطر ان شاء الله انا معاكم انا معاكم ما نتخلاش عليكم في لوم واه ان شاء الله نجي ونوريكم التسليم ونوريكم الناس اللي تسلموا وحنايا غاديين مع هاد الناس باش نشوفوا الامور ديالنا ونشوفوا ان شاء الله انهم محل ثقه وناس ديال الثقه. الله يسخر لكم ان شاء الله. البرومي ترونش ها هي ما بقى ليها والو تسلم نورمالمون كنتو قلتوا لينا في لوموا اه ياك اختي جيهان لوموا ان شاء الله تسلم هانتوما تتلاحظوا بانها جاهزه وبان التسليم غادي يكون ان شاء الله في الوقت ان شاء الله ياك اختي جيهان. الله يجازيك بخير. ها هو التسليم ان شاء الله ما غادي يكون في الوقت. هذا هو الطرونش اللي كنتو شفتوا حداه التراب وحداه الخدمه كانت راه دابا صافي شي 6 مو هادي باش صورنا ولا اكثر اكثر كاع منها. ها هي دابا الحمد لله ها هما لي طرافون كانوا خدامين تبارك الله بالجهد اللهم لك الحمد. ها هما دابا قرابين للتسليم. بالنسبه للدوزيام طرونش هي هذيك اللي لهيها فين كاين دابا البني الجديد. اييه انا نزومي لكم عليها بنات الخير. ها هي الدوزيام طرونش ان شاء الله. اييه اللي بغى يجمع فليساتو على خاطرو ولا اللي بغى زعما ياخذ على خاطرو ها هي الدوزيام طرونش راه قريبه ان شاء الله تسلم حتى هي. تا هي من هنا عام ياك من هنا عام ونص ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي في الشطر الاول ها هما تبارك الله عليهم ها هما قربوا وجاهزين. الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه يا رب العالمين. وشوفوا معايا المفاجاه اللي كاينه الديور كيف دايرين وشقه النموذجيه ما شاء الله راه نفس اللي تتعطى ياك اختي جيهان نفس. بالنسبه لافينيسيون ان شاء الله هذيك الشقه النموذجيه اللي غادي يشوفوا هذاك الاصلاح اللي كاين فيها هو ان شاء الله اللي غادي يكون في لي زابارتمون كاملين ان شاء الله يا ربي. ها انتم البنات انا تنأكد عليها وتنقول لها هي
تحكي باش 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 تقول لكم هي من من زعما من من عندها شنو كاين، باش تقول لكم هي بان راه نفس الشقه النموذجيه نفسها اللي كاينه في الشقق الاخرين، نفس لافينيسيون هما نفسهم اللي كاينين ونفس التصبيق وداكشي. مرحبا بكم ابنات الخير، هاد الناس هادو راه تبارك الله عليهم ثقه، وتنعاود ناكدها هيا لوم وان شاء الله يكون تسليم، وان شاء الله غادي يكون شي حاجه اللي زويونه. الله يسخر يا ربي. سولوا على راسكم، عرفوا انا تندير اشهار وتنوري هاد الناس هادو لانني مقتنعه بهم، ولكن انا مقتنعه بداكشي اللي شفت لا غير. شوفوا سولوا على راسكم، اجيو عند السيده راه تبارك الله عليها في المستوى، تعطيكم وقت ومرحبا بكم، والله يسخر في اللي فيه الخير. البنات شوفوا تبارك الله لا كاليتي بعدا ديال الباب، عاد ندخلوا لداخل. شوفوا الباب تبارك الله كيف عامل، شي حاجه اللي غزاله. تتخيل راسك بانك ماشي في سكن اقتصادي، بانك في زعما في لمويان كام، وشي حاجه اللي زويونه ما شاء الله. ما تنبالغش، هذا الشيء راه باين تبارك الله، راه هانتوما غير الشوفه غايبان لكم شنو كاين. وتبارك الله هما فرشوا واحد التيموا هنايا، شوفوا كيف عامله. هذا بالنسبه للشطر الثانيه كالاخت، اييه شوفوا تبارك الله. فهمي لي تيموا لي عندنا، هذه شقه نموذجيه في الصالون غير في الصالات اللي عندنا، وان شاء الله فرشناها غير باش نعطيو للناس يديه على الصالون. صح، انا بالنسبه للفيديو الاول راه غادي نخلي لكم اللين ديالو وتشوفوا، تشوفوا حتى الفصالات الاخرين اللي كاينين تبارك الله، كاين كبر وكبر، لانهم عاملين واحد المساحه اللي زويونه، وكاينه مساحات اللي زعما تبارك الله عاد تعجبكم، عاد تقولوا واو واش هذا سكن اقتصادي، وكاين مساحه اللي بحال هذه فرشوا وحده عاديه باش زعما باش يبينوا لكم شنو كاين. هانتوما بالنسبه للصالون ها هو عملوه بهالطريقة هذه، وداروا ديك اللمسة ديال الصفر يا اختي عزيز عليا هذا الصفر هذا تبارك الله عليهم. هانتوما الدخيلة داروا فيها بحال هكذا، ها هي التلفازة هنايا، إلا بغيتوا ديروا شي طابلة مونجي ولا شي حاجة راه باقي عندكم ليسباس فين تعملوها. ها هي هنايا بحال هكذا، هذا ها هو الشومبر ديال بيت النعاس. ها هو شوفوا هالطريقة اللي صيبوا بحال هكذا، وكله بلي بلاكار. هاد البلاكارات اختي ها البلاكارات كاينين، تي تعطاو معاهم اذا طاقتهم كاملين، كنعطيو بلاكار واحد ديال بيت النعاس. الله يعطيك الخير، هانتوما في لي زابارتوم كاملين قالت لكم راه تي تعطاو البلاكارات ديال بيت النعاس، ها هما مركبين اون كاستري زويونين، وحتى لا كاليتي راه باينه تبارك الله عليهم، كاليتي زعما اللي باينه ما شاء الله، حتى في البني حتى في الشراجم، الشراجم راه ماشي صغيورين، الشراجم كبار باينين فنين. الله يسخر يا ربي، تلاحظ غيدو الكتريك. ها نتوما البنات الغيدو راه ماشي بهذيك الطريقه اللي تيديروا لينا حنايا، داك سميتو داك بحال الخيط وهابط دغيا تيخسر في السكن الاقتصادي اللي انا فيه. هذا غيدو الكتريك، راه هو بالضو خدام من داك الشرفيع، والبيبان زوينين. بالنسبه لهنايا هذا بيت الوليدات، ها نتوما شوفوا كيف عامل، هيا وشوفوا الشراجم البنات، شوفوا الكبوريه ديال الشراجم، شوفوا الالومنيوم، شوفوا البيبان، لاحظوا هذا الفرق، هذا غادي يلاحظوا الناس اللي ساكنين في السكن الاقتصادي. والله الا هذا الفرق هذا حنايا اللي غادي نلاحظوه بزاف وكثر، لان تنفتقدوه في البيوت ديالنا. مهم بالنسبه لهنايا كاين حمام، هذا ها نتوما حمام تيتعطى بهذا هكذا، ها نتوما بالموبل وبالباسك ديالو بحال هكذا. وشوفوا تبارك الله، ها نتوما هاد البروجي هذا راه زوين بزاف، عجبني فيه الجليج، عجبني فيه كلشي، لانكم ما تبدلوا فيه حتى شي حاجه زعما شي ما ديروا فيه حتى شي موديفيكاسيون زعما، لانه كله شامل شي حاجه اللي زويونه. هاي تبارك الله زوين. بالنسبه لهنايا كاين واحد سيجور بحال هكذا، شوفوا كيف داير، داروه ال بهذه الطريقه هذه، ها هو سيجور بحال هكذا هانتوما، هاوما والشريجمات كيف ما قلت لكم هاوما كبارين وتبارك الله زويونين. وهنايا راه كاينه الكويزين، هذا راه كاين الكويزين هنايا هانتوما، وشوفوا لاحظوا معايا لا فينيسيون اللي تتعطى بها الكويزين، ها هي بالبلاكار بحال هكذا، بالبلاكار بهذه الطريقه هذه، والحيط شنو هذا اللي في الحيط؟ هذه الغبره ديال الرخام، اييه تبارك الله عليكم، جاب واحد لاكول وكدار في الحيط. هانتوما بالنسبه لا كويزينه، غايكيبي بلاكلاب مع لابوط ديالها، هادو تيتعطاو معاها تبارك الله عليكم. وشوفوا معنات التاويل مع منى، هانتوما الحمد لله القناه ديالنا ها هي بدات، وبدات تتبان، وبدات تتعرف للناس اللي يستحقوا تبارك الله عليهم، الله يحفظهم. هانتوما هذا الشيء رائع بزاف وتبارك الله. وهاد السيده البنات راه تنعاود نكررها في المستوى، غير اتصلوا بها تبارك الله، بنت الشعب وتتعرف وتتورينا من القلب، زعما عتوريكم هاد الفصاله وهاد الفصاله وهاد الفصاله، وبكل حب الله يسخر ليها يا ربي.
البنات انا تنوريكم خذوا بالحاجه اللي عجباتكم، الحاجه اللي غادي تفيدكم، الحاجه اللي قد استطاعه ديالكم، ومرحبا بكم. انتم سكن اقتصادي بان لي انا من الوجهه ديال النظر ديالي انه لائق وزويون، انه في المستوى ونقيقي، الله يجعل البركه. ها هو التليفون ديالهم، كل شيء في صندوق الوصف. بالنسبه للبنات راه كاين بزاف ديال الفصالات، هذه فصاله اللي عاديه باش بينوها بهذه الطريقه هذه، ولكن كاين فصالات بزاف. عافاكم الا ما تجيو وكنتوا باغين تاخذوا، غير شوفوا غير شوفوا شوفوا الفصالات اللي كاينين وغادي يعجبكم تبارك الله الحال. هانتوما هذا راه الطواليط، ها هي كاينه هنايا، راه نسيت ما وريتهاش لكم، ها هي تبارك الله سميتو. هذا لابارتومون راه كبيره وغزاله، وكاين مكبر وكاين محسن وكاين فصالات اخرين اللي يقدروا يعجبوكم. الناس اذواق، كل واحد وشنو تيعجبو. المهم انا هاد الفصاله هذه جاتني زويونه، ولكن بانت لي داك النهار واحد الفصاله اخرى رائعه بزاف وزويونه، وها هي تبارك الله. هاد هكذا هاد الصالون هكذا مفتوح على الدخله، جا غزال بزاف. دوك البيوت هكذاك مسدودين وحدهم حمام وطواليط، جاو داكشي ملموم مع بعضياته، جا رائع وما شاء الله عليهم. الله يسخر هاد الناس باش تيعجبوني، انهم زعما من جيت دابا لاحظت بان عتلاحظوا تلاحظوا ديروا الفرق بين الفيديو الاول وبين هاد لا فيديو، وعتلاحظوا واحد لا ديفيرونس، بان ديك الساعه ما كانش البني كامل، بان كان اضطرابات، كانت الدنيا باقي الله تيتبنى. ها هما كملوا الشطر الاول، كمل هيتعطف له مواء الشطر الثاني، هي من هنا عام ونص. الناس اللي بحالي انا راه بالنسبه ليا كنت من دفعت في الدار ديالي جلست عامين عاد عطاوها لي، عجبني الحال. ديك العامين جمعت فيها فلوس النوطير، قديت فيها اموري، الله يحسن العون. بهالطريقه هذه تنقادوا فيها امورنا، تناخذوا واحد الوقيت لينا باننا نضبطوا شي حويجات ديولنا، الله يسخر لكم في اللي فيه الخير. تنوريكم ابنات الخير، خرجوا قلبوا على راسكم، اجيو عند هاد الناس راه يوميا تيخدموا، ومرحبا بكم في مشروع الصفاء. بنات كنت باغا نختمها تما ما قدرتش، قلت ما حد محلولين هاد لي زابارتومون، علاش لا ما نوريهمش لكم. عندنا الناس ديال الجاليه اللي مساكن يقدروا غير يوقفوا خوتهم ولا شي حد اللي يتولى لهم هاد المسؤوليه، علاش لا ما نوريهمش كل شيء ويكونوا عارفين ومحددين البلايص. تبارك الله القناه ديالي فيها الناس اللي من ليطالي ومن بيرغامو ومن اسبانيا ومن ايطاليا، الناس اللي تبارك الله في الجاليه اللي تيشرفوني من الدول اللي كاملين تبارك الله عليهم. هانتوما انا غادي نوريكم حتى هذوك زعما الفصالات الاخرين ديال لي زابارتومون كيف عاملين، باش تاخذوا فكره شامله ان شاء الله، والله يسر لكم ابنات الخير، الله يحفظكم يا ربي. هانتوما شوفوا معايا هاد الدويرات هادو، انا غادي نوريهم لكم. والاولى اللي مفرشه راه تبارك الله غزاله، هذه هانتوما شوفوا معايا تبارك الله، هذه هي اللي كنت وريتكم ذاك النهار البنات لعقلتو في الفيديو الاول. هيا علاش لا ما نوريش لكم، هيا تبارك الله صالون كبير تبارك الله، جا رائع بحال هكذا. هنايا هيا كاين هنايا هيا الطواليط وبحال هكذا، الطواليط هذه بوحدها، وكاين هنايا الا لاحظتوا هذا الحمام، ها هو الحمام بالغونجمون ديالو بكل شيء، بهذا البلاكار بهذا الباس كيف ما تيقولوا. وهنايا قبل من هذه ها هي كاين هنا واحد بحال هكذا بيت النعاس اللي بهاد الطريقه هذه، وفيه البلاكار، ها هو زعما معاه البلاكار ديالو. مهم كاينين فصالات بزاف، راه من غير هذه كاينين ثلاثه اخرين ديال الفصالات. كاين بحال هكذا هاد البيت هذا حتى هو ديال النعاس هكذا كبيبر زويون، وكاين هذا الكويزين فيها البالكو، وها هي بيان ايكيبي بلا هود بهذا زعما تبارك الله عليهم، راه ناس اللي غزالين وتيعطيو شي حاجه اللي متقونه وزويونه، الله يسخر. وبالنسبه للناس اللي تنعاود ناكدها اللي زعما ما عندهمش وباغين يتقاتلوا مع الوقت، ها هي من هنا عام ونص غيكون التسليم ديال هاد الشطر هذا تالي، من هنايا عام ونص كيف ما تيقول لكم ان شاء الله الى ربي راض، من هنايا عام ونص غيكون التسليم ديال داك الشطر اللي لهي. هذا راه التسليم ديالو في المواءه في شهر واحد ان شاء الله غادي يتعطى، ها هو راه كمل سالا وان شاء الله بقى لهم شي حاجات اللي بساطين، الله يسخر يا ربي لكل واحد. بما حنايا كيف ما قلنا بما نجمعوا فلوس النوطير، بما نتقاتلوا مع الوقت، والناس اللي عندهم ها هو راه قريب الشطر الاول، راه في شهر واحد راه باقي فيه، فين تدفعوا، الله يسخر لكم يا ربي. وها هي تبارك الله دويره اللي فن غزاله، غنوريكم بعجاله لابارتومون الثانيه كيف عامله،
وانتم شوفوا معنا راه انا تنكتشف معكم وتنشوف معكم الحاجه اللي زوينه تنعاود نرجع ونصورها، الحاجه اللي ما عجبتنيش ما تنبقاش نصورها. ها جيهان ها هي تطلع لينا. الله يحفظها يا ربي، هاد الانسانه غزاله. كيف بدا هاد الشطر؟ اتصلت بيا منى، اجي ضروري وري المتتبعات. علاش لا، انا تنبغي نحط لكم حاجه اللي نستافدوا منها واللي نشوفوها. شوفوا معايا هذا الصالون كبير بحال هكذا، معتي ما شاء الله المساحه ديالو كبيره، غادي تلاحظوا من غادي تجيو المساحه تبارك الله كبيره. هنايا ديروا فيها شي طويبله مع الكرسيات ديالهم. انا راه تنفصل، وهنايا ها هو الكويزين تبارك الله، ها هي بيان ايكيبي مع البالكو ديالها، وها هي هنايا ها هو هذاك البيت بحال هكذا ديال الوليدات، وهنايا ها هي طواليت. شوفوا تبارك الله شحال كبيره، ها هي كبيره المساحه ديالها. هنا هيا كاين هنايا الحمام، هاي المساحه ديالو كبيره، وها هو تيتعطب بهذه الطريقه بهذا لافينيسيو بكلشي بحال هكا بحال هكا. بنات الخير هنايا ها هو هذا البيت هكذا ديال الوليدات صغيور، وفيه هكذا البلاكار، ها هو البلاكار اونكاستري معاه. وبالنسبه لهنا ها هي ها هو بيت النعاس اللي كبير وزويون، وها هي اطلاله بحال هكذا، وارض فلاحيه غزاله. هاد البلاصه من تجي ليها تترتاح، زويونه الناس ديال الجاليه، ما كاين محسن من هاد السكن اقتصادي، فن زوين متول من داك الشيء رفيع. الجوده ضربوها على حسابي، شي حاجه اخرى سولوا على راسكم، انا تنوري تنفيد تنعرفكم بشي حوايج زوينين. سولوا، جيبوا والديكم هنايا ولا خوتكم يتكلفوا لكم وسولوا. تبارك الله شاطر اللي غزال، بلاصه اللي زوينه، وان شاء الله يا ربي تنتمنى يكونوا عند الكلمه كيف ما في الشطر الاول كيف ما في الشطر الثاني. الله يحفظكم ابنات الخير. مشروع الصفاء كاين في عين عتيق، اي حاجه سولوا على التليفون اللي دايز لكم في لا فيديو ولا في صندوق الوصف. مرحبا بكم.